بعده من تتوقعون لو في مضاربة أي شرد؟ أنا أبقى يا عيال أنا أبقى يلعب فيها شوفني قدام حياكم الله. زي ما شفتوا بداية المقطع هذه الفكرة تفهمونها بعد شوي. قبل الله خليكم تروحون أبي أنوه على شيء بسيط. إذا حاب تطلب الملابس اللي أنا لابسها واللي يلبسونها الشباب الرابط حق المتجر تحت. العيال مسوين عرض جميل اللي هو كل الطلب اللي تطلبه الشحن والضريبة على الشباب أنت ما تتحملها. أول كان الشحن والضريبة عليك أنت، لكن اليوم وبكرة وبعد الأربع أيام الجاية هذه إلى تاريخ 31 أكتوبر ما راح تتحمل أبدا أي شيء من الضريبة والشحن. وبإذن الله ملابس يا جماعة اللي بالصفحة حقتي راح يكون فيها دفع عند الاستلام على الأسبوع الجاي وعلى طول تجيكم بإذن الله. وللناس اللي طلبوا ملابس بري أوردر راح توصلكم بإذن الله الأسبوع الجاي. يلا ما أبغى أطول عليكم، مشاهدة ممتعة مع المقطع ولا تنسى اللايك إذا تبغى نكرر تحديات زي هذا الشكل. سلام. السلام عليكم يا جماعه الخير، حياكم الله. تحدي جديد وفكره جديده اول مره نسويها. معاي الاستاذ ابو محمد والاستاذ ابو خالد مودي الاسمر والخشب سي 7 حياهم الله جميعا. الفكره بسيطه، لماذا نحن هنا؟ كل واحد يا جماعه الخير وانا وراكم وانا ماني معكم. معليش طيب طيب والله على جاري عشان حط المويه بارده. عرفت؟ طيب استاذ ابراهيم هنتر اللي قال باليوتيوب سناب. شوفوا يا عيال، كل واحد عنده ثلاث اسماء اس دبليو واي، تمام؟ مودي وسي 7. كل واحد عنده ثلاث اسماء، اسمه ما يحط عنه. الاستاذ ابراهيم وظيفته المعاقب ذا بونيشر، الانسان اللي بيدردنا. ايش بيصير يا عيال؟ راح يسال اسئله بالورقه اللي عنده، مين اكثر واحد؟ مين هو الشخص؟ واحنا نصوت مع بعض على الشخص. بعد ما نصوت ابراهيم راح يقول لنا استعدوا، اذا استعدينا ننزل الاوراق، ننزل الاوراق ونستلم كذا، وكل واحد يقرب وجهه تحت المويه، مويه ثلج. بارده والله بارده. والله بارده. مويه ثلج. الشخص اللي يتصوت عليه اكثر واحد يغطس راسه. نعم ابراهيم. نعم الله. اذا تعادل اثنين يقول ابراهيم تعادل، في اثنين بيتغطسون، يغطس الاول ويروح الثاني بدون ما ننتبه ولا دقيقه. فهمتم؟ اتمنى يا جماعه الخير لا تنسون اللايك. نبغى نتحمس، شفت تفاعل على المقطع راح نكثر ودي الاشكال. قنوات شوف تحت بسم الله ابراهيم. طيب يلا. من البدايه نوضح لكم انه ما في تساؤل. طيب اول سؤال. طيب يا عيال احد يغش من الثاني يطلعوا فوق، ترى ما نشوف بعض. مين اكثر شخص محترم؟ جهزوا. يا رب يا رب يا رب اني ماني محترم يا رب. جاني لا هذه يدك ما تحطها هنا، يدك ما تحطها هنا. سم ايه حطها ورا طال عمرك، حطها ورا نظاراتك. نظارات ممنوع ولا لا؟ ها؟ احد قال لك تصير محترم؟ يجي الورق 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 الورق. يلا 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 اوكي اوكي. النظارة عاد صوت على مين؟ والله العلم كنت. يلا اللي بعده اللي بعده. صوت صوت صوت. انا بنتقم وحنا نشتغل وقاعدين نجهز في واحد الله يسامحه بنتقم من الحين. الله يلعنك. فبسأل السؤال الثاني، من اكثر شخص ينام؟ اختصر لك الموضوع. اختصر لك الموضوع. اي والله اختصر الموضوع. اي والله. اللي بعده يلا شنو سريع. يلا 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 يلا. يلا مين اكثر واحد يكتب؟ ما ادري يلا يا رب استوك. استعدوا. يا ربي ها كيف النظارة؟ لا تكفى والله تكفى. ها ها انا اللي اكتب. انا اللي اكتب. طيب اصبر خليني اجرب فمي. يلا 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 تجهز تجهز. تجهزوا تجهزوا. نتيجة تسويق خاص تحدد. يا اخي بسرعة هذه النهر. طيب قاعد يلمسني. طيب يا عيالك يا عيالك قبضته حاط موتي كذا قبضته والله.
ياكل. جهزون؟ يا رب العباد. الحمد لله. كيفك ناصر؟ يعني الحمد لله ممتاز مرة، كل يوم أكل 17 مرة. كيف مود؟ إيش وضعك أنت؟ ما أدري صغيرة ما قدرت. قاعد يتكلم هنا. قاعد يقول والله قبل يباكل. لا يأكلني يفوكسني، والله يفوكسني. هم اللي يفوكسني. عشان غديتهم اليوم مقطع الطبخ جبتوه ذاك عشانه ترى. من أكثر واحد يزعل بسرعة. تجهزوا يلا تجهزوا راسي قريب من المويه ها من اللي يزعل من اللي يزعل هذا اللي يزعل ها ما يمزعون زعل يلا اللي بعد يلا طلع من المويه وزعلان. من اكثر واحد يسحب؟ معروف تجهزوا كيف نظراتك؟ صوت علي ها؟ كيف نظراتك؟ بلعت مويه عليك بالعافيه سميت نفسي بلعت مويه والله اللي بعد حلوه ذي المويه كويسه طعم فيها طعم غريب. السؤال اللي بعده، من اكثر واحد غرفته مي مرتبه؟ تجهزوا لا تنافوا غيرك ولا تجهزوا ليك التعود كيف خشب ما شاء الله غرفته دائما حلوه. ما دخل اللي بعده اكثر شخص بطيء.
بطيء لما تتكلم معه ما يتحرك بسرعة. لما تتكلم معه؟ إي كل شيء بطيء. يلا تجهز ما تقعد تناظر. أنا أنت متطور شوي عشان تقعد تناظر. اشرب مويه الحين يا عيال. الحين تحدي دبل اب، خمس اسئله ورا بعض، اللي يقوم يرفع راسه ويصوت على طول، خمسه ورا بعض. السؤال الاول، من اكثر شخص تواصل مع المتابعين؟ السؤال الثاني، لا 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 غطس 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 اللي بعده اللي بعده اللي بعده بسرعه بسرعه. من اكثر شخص يبث؟ اللي بعده، من اكثر شخص ينزل مقاطع في يوتيوب؟ السؤال اللي بعده، من اكثر شخص تكلم على الكود حقه؟ والله ما يصير بالورقه، والله مو من الورقه يسال الكلب، مو من الورقه. هلا مالك دخل. يلا اللي بعده، من اكثر شخص ما يعرف يسوق؟ وين حقيقي ولا باللعب؟ حقيقي. اوه مدري 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 لما اصور خلاص الكل عادي. ها؟ الكل الكل يقطص تعادل. هذا الكل يقطص الكل يقطص الكل يقطص. ياخذ بارد صارت مرة. ايوه باردة يا اخي. كلكم وش يمين. السؤال اللي بعده سريع. دامنا محترين محترين. ما توقف ما توقف. صار لي بعده شخص مسوي فاهم ما عنده سالفه. اللي بعده سريع. اكثر واحد معرف في اللعب. لا يا عيال. اكثر واحد يقروش اللي فيه تصوير. الله يلعنه. الصوت اسمع. والله تروش اليوم احمد. من تحسه اول واحد هو اللي بيسحب على اليوتيوب؟ اول شخص بيسحب على اليوتيوب. هذا سؤال حلو. هذا ممتاز السؤال ده. ممتاز السؤال. اشرب الكوب. يلا هذا الحين اخر خمس اسئله. يلا ابغاها سريعه. اوكي يلا يلا. السؤال الاول، مين اكثر واحد من تاريخ المضاربات؟ يلا 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 وانت بعد. ايوه شف. اللي بعده اللي بعده اللي بعده. من توقعون اسرع واحد فيكم حيتزوج؟ والله ليوب. كلكم حاطيني ليه؟ عشان شايب. اللي بعده عشان شايب. اللي بعده، من تتوقعون لو في مضاربه حيشرد؟ انا افقع يا عيال يا عيال. انا افقع هل افقع يقطع يلعب فيها؟ شوف شوفني قدام افقع قدام نفسي افقع. انا افقع اخر عمري افقع. كيميا حساس حساس. يلا اللي بعده اللي بعده، من اكثر واحد ينفس؟ اللي بعده. من اكثر واحد يحب يعيد تصوير؟ اوه لا والله حرام يا جماعه الخير. انت غشاش. انت انت بغيت تغش. هاي طول شوي عشان بغيت تغش. انت بس تغش من هذا عليك عشان ما تغش حالك. من اكثر واحد الى الان نزل مقاطع في اليوتيوب؟ اصبر اصبر اصبر. لا 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 لا. ها 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 كفافين. والله والله شوف بالله شوف على الموقع الثاني. 10 اتوقع يا رجال. 10 الحين اكثر مني. خلاص 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 يا جماعه. خلنا نمشي ونجيكم. خلنا نمشي ونجيكم. لا نختم على طول. شوف كنسلنا بنختم على طول. يبغى لك شغل يا جماعه. مقطع بسيط سريع. تحبون النوع هذا من المقاطع المولة اكتبوا لنا تحت. اذا شفنا عليه تفاعل طيب نشكركم. لا يا خلص. لا 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 خلاص خلاص بيموت بيموت. على طاعة السلام. سلام.
جيش السواحات مسعى خلف القمة واكثر نلقى المحبط حاول يكسر بس الصدمة اكثر نكبر شونج اكس بونج معلم في ضحكتكم يوز اس اكس بي افضل كود في ساحتكم فوق المليون نمضي شاد الظهري في جمهوري اقوى جمهور باليوتيوب بالعالم تشهد على حضوري هذه بس بداية دامي سيد في الرواية راح اكمل بطريقي ما اشوف صفحة نهاية